السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، محاضرتنا لهذا اليوم الباب الأول النفقات العامة. وقبل التطرق إلى موضوع النفقات العامة، لابد لنا من أخذ نبذة تاريخية عن موضوع المالية العامة وتطور المالية العامة. المالية العامة بالمفهوم القديم أو المفهوم التقليدي تختلف تماماً عن المفهوم الحديث، وهذا ما سوف أحاول أن أوضحه لكم في هذه المحاضرة. المالية العامة بالمفهوم التقليدي، الدولة سابقاً كانت دولة حارسة، دولة لا دخل لها في النشاط الاقتصادي أو الاجتماعي، دولة محايدة في النشاط الاقتصادي أو الاجتماعي، دولة هدفها تقديم أمن ودفاع وخدمات وبعض الأشغال العامة. إذن هي توفر لي أمن، توفر لي قضاء، توفر لي مؤسسات قضائية، توفر لي بعض الأشغال العامة. أما تحقيق أهداف اقتصادية أو أهداف اجتماعية فالدولة كانت محايدة، ليس لها أي دور في النشاط الاقتصادي. إذن من كان يلبي حاجات الأفراد، من كان يلبي حاجات المجتمع من السلع والخدمات، هذا كان دور القطاع الخاص. القطاع الخاص وفق المفهوم الاقتصاد الحر، إذن دور النشاط الخاص هو الذي يقوم بتوفير الخدمات التي يحتاجها الأفراد، توفير السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع، أما الدولة فليس لها أي دور في هذا المجال. في ظل هذا المفهوم، في ضوء حيادية الدولة، في ضوء أن الدولة ليس لها دور في النشاط الاقتصادي، لا تسعى لتحقيق أهداف اقتصادية، الدولة هدفها تحقيق موازنة متساوية متوازنة. مش نقصد موازنة متوازنة، أنه دائما تكون نفقاتها أي المبالغ اللي تنفقها مساوية للإيرادات اللي تحققها. ونفقاتها التقليديين يفترضون انه افضل الموازنات هي الموازنات اللي تتميز بصغر حجمها، اي انه المبالغ المنفقة والايرادات المتحققة تكون بأدنى مستوى. لماذا الموازنة لابد ان تتميز او افضل الموازنات اللي تتميز بصغر حجمها؟ لان الدولة بما انه هي دولة حارسة، دولة محايدة بالنشاط الاقتصادي، اذا هي دولة ما عندها نشاطات او نفقات كبيرة ولا عندها ايرادات تتحقق من مصادر مختلفة. كانوا يفترضون انه الضرائب هي المصدر الاساسي للايرادات، فقط الضرائب، والضرائب تكون بادنى المعدلات او ادنى مستوياتها. لماذا؟ لان الدولة دولة حارسة، فكانت افضل الموازنات هي الموازنات تتميز بصغر حجمها. الدولة ما ممكن تلجأ الى الاقتراض، الدولة ما ممكن تلجأ الى الاصدار النقدي. ليش؟ لان ما عندها نفقات كبيرة تغطيها على مود تلجأ لهاي المصادر، وهاي حنوضحها بالمحاضرات القادمة ان شاء الله. اذا الدولة مصدر ايراداتها الرئيسي اللي هو الضرائب، ونفقاتها تكون بادنى الحدود. في ظل هذه السياسة الاقتصادية اللي اعتمدتها الدولة او مفهوم التقليدي للمالية العامة، ظهرت مشاكل عديدة، منها سوء استغلال العمال. لماذا؟ لأن كانوا خاضعين لسيطرة والهيمنة القطاع الخاص، لسيطرة الرأسماليين. ليش؟ لأن الدولة ما لها دور، دورها محايد بالنشاط الاقتصادي. أزمات اقتصادية متكررة، هذه الأزمات بما أن الدولة هي محايدة، إذا الدولة ما تقدر تتدخل على مدة تعالجها. والقطاع الخاص مو هدفه يحل مشاكل أو يحل أزمات اقتصادية، القطاع الخاص هدفه يحقق أرباح، وفي ظل هاي الأرباح المتحققة طبعا هو يلبي حاجات المجتمع على مود يحقق هذه الأرباح. إذا في ظل هذه الأزمات اللي كان آخرها أزمة الكساد الكبير في ذلك الوقت، أزمة اقتصادية كبيرة أدت إلى ركود اقتصادي. هذا الركود الاقتصادي كان سبب تكدس البضائع، عدم وجود قوة شرائية، أدى إلى انهيار الاقتصاد، إلى كساد اقتصادي كبير. هذا الكساد الاقتصادي كان لابد من دور متدخل للدولة بدلا من الدور الحيادي. ليش؟ لأن القطاع الخاص ما عنده سياسات اقتصادية على مود يتدخل، على مود يعالج هذه الأزمات الاقتصادية. إذا هنا كان لابد من دور اقتصادي وسياسة اقتصادية للدولة لمعالجة هذه الأزمات أو لمعالجة هذه الإشكاليات.
وهنا تدخلت الدولة عن طريق سياسة الأشغال العامة، اللي هي شنو كان أساسها؟ إحنا قلنا صار ركود، من صار ركود صار كساد اقتصادي، إذا كأنما السلع متكدسة وماكو أحد يشتريها. ليش؟ لأن المعامل أو المصانع الخاصة توقفت عن الإنتاج، فتوقفت عن دفع أجور للعمال، العمال إذا ما عندهم أجور إذا شلون يقدرون يشترون السلع والبضاعة أو المنتجات اللي موجودة، فصارت أزمة كساد. هذه الأزمة كان لابد من تدخل للدولة على مود تعالجها، لأن القطاع الخاص ما يقدر يعالجها. القطاع الخاص يريد ينتج، يريد يربح، يريد يبيع المنتجات مالته على مود يحقق عوائد مالية. القطاع الخاص ما يحل مشاكل اقتصادية اللي هي قد تكون تفوق قدرته، مو قدرته المالية أصلا، قدرته الاقتصادية، لأن هو مو هذا دوره، هو مو دولة على مود إنه يحل مشاكل الاقتصاد بشكل عام. فهنا كان لابد من تدخل الدولة، وهنا في ظل هذا التطور تحولت الدولة أو مالية الدولة من مفهوم تقليدي من دولة حارسة إلى دولة متدخلة بالنشاط الاقتصادي، من دولة حيادية بالنشاط الاقتصادي إلى دور وظيفي للدولة في معالجة الأزمات. فهنا تدخلت الدولة عن طريق نظرية الأشغال العامة اللي اقترحها الاقتصادي كينز. كينز ايش قال؟ قال انه نجيب بما بالمفهوم التقليدي انه نجيب عمال ونشغلهم، حتى لو اجيب عمال انه يحفرون حفرة وادفع لهم اجور، واجيب عمال اخرين يردمون هذه الحفرة وادفع لهم اجور. الهدف مو انه يحفرون حفرة، وانما على مود اني يصير اكو دخل، على مود حركة الاقتصاد تتحرك. هذا العامل اللي انا حدفع له اجور او مبلغ مالي حيروح للسوق يشتري احتياجاته واحتياجات عائلته. اذا انا هنا دا اريد احرك عجلة الاقتصاد، من حيصير طلب على السلع والخدمات اللي موجودة بالسوق، المنتجين حيشجعوني ينتجون سلع أكثر. إذا أنا هنا حيشغلون العمال، حيستخدمون مواد أولية، حتبدي عجلة الاقتصاد تعود. فهنا تحولت الدولة من دولة محايدة، دولة حارسة، دولة ما لها دور بالنشاط الاقتصادي، إلى دولة متدخلة. وهنا من دولة ما لها أي دور وظيفي بالحياة الاقتصادية والاجتماعية، لا، الدولة أصبحت هنا تسعى لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، وأصبحت لها مؤسسات ومشاريع أيضا أصبحت هدفها إنه شلون مو تغطي إيراداتها النفقات مالتها، لا، هنا شلون توجه الدولة، أصبح دورها شلون توجه نفقاتها وإيراداتها لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. فهنا دور الدولة اتسع، الدولة أصبحت تهتم مشاكل البطالة وأزمات العمال، الأزمات الاقتصادية اللي تصير. فهنا إيراداتها ما صارت الضرائب، احنا بالمفهوم التقليدي كنا الضرائب اللي هي مصدر أساسي للإيرادات، والدولة ما تلجأ إلى الاقتراض العام أو تلجأ إلى الإصدار النقدي. ليش؟ لأن في ظل المفهوم التقليدي إذا الدولة اقترضت فهي تزاحم القطاع الخاص، وإذا زاحمت القطاع الخاص هو القطاع اللي منتج، هنا حتأثر على الإنتاج مالته. فلهذا الدولة كانت ما المفروض أنه تزاحم القطاع الخاص على أموال القروض، خاصة هي دولة ما لها دور بالنشاط الاقتصادي وما عندها نفقات كبيرة. أما الإصدار النقدي فهو مجرد حيسوي تضخم وفق مفهومهم، لأن الدولة ما عندها نشاط كبير. بس بالمفهوم الحديث ومن تطورت مالية الدولة أصبح لا، عندها مشاريع وعندها مؤسسات وعندها موظفين وعندها أهداف اقتصادية واجتماعية. إذا مصدر إيراداتها ما أصبحت الضرائب مصدر كافي لتحقيق إيراداتها، إذا لازم تلجأ إلى مصادر أخرى اللي هي الاقتراض العام. وموكو مشكلة أنه الدولة تقترض ما حتأثر على النشاط الخاص، لأن حتى لو أثرت على النشاط الخاص فهي دولة أصبحت لها مشاريع اقتصادية ممكن تغطي على العجز اللي يصير بالقطاع الخاص، وممكن تلجأ إلى الإصدار النقدي الجديد. ليش؟ لأن هي عندها مشاريع وتصدر وتستورد وتبني مؤسساتها الإنتاجية ومشاريعها الاستثمارية، فهي تحتاج إلى أموال تضخها بهذه المشاريع. فالإصدار النقدي الجديد ما أصبح يمثل عبء أو يؤدي إلى تضخم في الاقتصاد. فلهذا تطورت مالية الدولة من
مفهوم تقليدي إلى مفهوم حديث، من دولة حارسة إلى دولة متدخلة بالنشاط الاقتصادي، إلى دولة أصبحت إلها وظائف متعددة، أصبحت إلها أدواتها. فهنا أنه النفقات العامة للدولة ما صارت مصدر فقط أنه تمول، أنه قلنا دولة تمول أمن ودفاع وعدالة وبعض الأشغال العامة، لا، هنا أصبحت إلها أدوات ووظائف اقتصادية وسياسية واجتماعية. إذن أنا هنا كدولة عندي نشاطات متعددة، عندي أريد أحارب البطالة والعجز وأقدم مبالغ لكبار السن، أريد أحقق أهداف اجتماعية واقتصادية. فإذا دور الدولة ما أصبح دور تقليدي بسيط. إضافة أنه النفقات العامة زادت نتيجة زيادة تدخل الدولة، الدولة أصبحت إلها نشاطات متعددة، أصبحت إلها مؤسساتها تضاهي، إن لم نقل في ذلك الوقت أنه هي أصبحت أصلا قوة أكبر من قوة القطاع الخاص اللي كان مهيمن على الاقتصاد. إضافة إلى أنه الزيادة أو الاتساع في الإيرادات العامة أصبح ضرورة. ليش؟ لأن قلنا الضرائب هي مو كافية على مود أنه تحقق إيرادات الدولة، لازم الدولة تتوسع بمصادر إيراداتها على مود تقدر تغطي النفقات المتزايدة اللي أصبحت تمارسها الدولة أو تنفقها الدولة في ظل دورها الجديد، في ظل دورها الوظيفي ودورها المتدخل في النشاط الاقتصادي. هذا ملخص بسيط عن تطور المالية العامة اللي هو لازم تكون عندنا معرفة به، لأن في ظل مادة المالية العامة نحتاج نعرف هذا التطور التاريخي. نجي الموضوع الباب الأول والفصل الأول اللي هو النفقات العامة. مواضيعنا بالمالية العامة اللي هي نفقات وإيرادات عامة وموازنة. موضوعنا لهذا اليوم اللي هو النفقات العامة، وحنعرف شنو نقصد بالنفقة وشنو صور النفقة العامة. النفقة العامة هي مبلغ، من نقول نفقة إذا الدولة هي من تقوم بإنفاق هذا المبلغ. الإيرادات مبالغ تحصل عليها الدولة، أما النفقات فهي مبالغ تنفقها الدولة من أجل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية. يعني بمعنى هو مبلغ نقدي تنفقه الدولة أو أحد مؤسساتها العامة، من نقول مؤسساتها العامة أو الأشخاص المعنويين، الأشخاص المعنويين نقصد بها هنا المصانع والمنشآت والمؤسسات اللي تملكها الدولة. الهدف من هذه النفقة هو تحقيق نفع عام لكافة أفراد المجتمع. فالنفقة العامة تضم ثلاث عناصر. شنو العنصر الأول؟ النفقة العامة لابد أن تكون مبلغ من النقود تنفقها، ثانيا تنفقها أحد مؤسساتها العامة، ثلاثة أنه تحقق نفع عام. من نقول مبلغ نقدي تنفقه الدولة، الدولة ليش تنفق الأموال؟ إما للحصول على مشترياتها من سلع، من خدمات، من إعانات، من تنفيذ مشاريع استثمارية. أي مبالغ تنفقها الدولة هذه تعتبر نفقة عامة، هدفها تحقيق نفع عام. والمبلغ اللي تنفقه الدولة لابد أن يكون بصورة نقدية. ليش لازم يكون بصورة نقدية؟ الدولة من تنفق، الدولة هسه من تدفع رواتب الموظفين، هل أنا إذا عندي معمل كدولة أو كمؤسسة عندي معمل أو مصنع نسيج، هل ممكن أنه أنا أنطي رواتب موظفيني جزء من السلع اللي ينتجوها اللي هي الملابس أو المفروشات اللي ممكن ينتجها هذا المصنع؟ طبعا لا. ليش؟ لأن أنا هنا شلون ححدد تعب إذا أنطيت الرواتب أو الأجور بصورة عينية، يعني كسلع أو خدمات، مو أنطيهية بصورة نقدية. إذا قلنا بصورة عينية، أنا هنا شلون أحدد تعب وجهد وكمية اللي أقدر أنطيها لكل موظف أو لكل عامل؟ هاي أول ناحية. الناحية الثانية، شلون حتتم عملية الرقابة؟ من تجي سلطات أو جهات رقابية تريد تراقب مدى دقة رقابة إدارية أو اقتصادية أو مستقلة أو رقابة برلمانية، شلون تدقق عملية إنه المبالغ اللي أنا أنفقتها إذا أنا أنطيها بشكل عيني، على أي أساس حتتحقق العدالة بين والمزايا اللي حتنطي لكل موظف؟ في ظل
هذه التعقيدات، فإحنا ما ممكن نلجأ إلى الطريقة العينية بالإنفاق، لابد من نعتمد أنه عفوا أنه النفقة تكون بشكل نقدي. صدور النفقة، العنصر الثاني أنه النفقة تصدر من الدولة أو أحد هيئاتها العامة. لماذا لابد أن تكون الدولة هي من تقوم بعملية الإنفاق؟ لأن هي الجهة الأساسية أو هي الواجهة اللي تقوم بعملية الإنفاق، ولابد أن تكون النفقة، بما أنه إحنا نتكلم عن دولة، فهي الدولة أو أحد مؤسساتها اللي يقوم بالإنفاق لتحقيق نفع عام. بعض وجهات النظر أو بعض المعايير أو بعض التوجهات أشارت أنه إحنا هنا نميز، صحيح هي نفقة عامة تنفقها الدولة، بس نميز بين نفقة خاصة ونفقة عامة. هناك بعض الآراء اللي قالت إذا تحقق أهداف اقتصادية واجتماعية إذا هي نفقة عامة، حتى لو أنه الدولة هي اللي تنفقها، أما إذا لم تحقق هذه الأهداف فهي نفقة خاصة. وهنا لابد أن نوضح أنه هذه الآراء هي غير صحيحة، لأن إحنا نتكلم عن مؤسسة دولة، عن مشاريع دولة، عن انفاق مؤسسات دولة او هيئات عامة، فهنا اي نفقة تنفقها هي نفقة عامة وليست نفقة خاصة. ليش؟ لان هي مؤسسة عامة وليست مؤسسة خاصة. الهدف العنصر الثالث انه هدف النفقة العامة هي تحقيق نفع عام. وهنا نوضح انه بما انه الافراد جميعا او كل فئات المجتمع تخضع الى مكلفين بدفع الضرائب، إذا هم كل أفراد المجتمع ينتفعون من الخدمات العامة أو النفقة العامة اللي تنفقها الدولة. لماذا؟ لأن هم أفراد متساوون، والدولة دا تنفق هذا من نقول لتحقيق نفع عام، إذا الدولة ما دا تنفقها لفائدة فئة معينة. يعني الدولة من تسوي جسر أو طرق، هنا هذا الجسر هو مو لفائدة فئة معينة أو جهة معينة، لا، هنا هذا تقدم خدمات أو دا توفر دا تقوم بمشاريع لتحقق فائدة كافة أفراد المجتمع وليس فئة معينة. والدولة من تقوم أو إحنا من نقول هنا الدولة، إحنا نقصد أحد مؤسساتها أو أحد هيئاتها من تقوم بعملية الإنفاق، هنا لابد من إشارة إنه هذا الإنفاق يخضع إلى الرقابة، وهذا الإنفاق يخضع إنه لابد إنه المؤسسة تقوم بترشيد الإنفاق وعدم التبذير. ليش؟ لأنه أكو جهات رقابية حتدقق عملها، سواء جهات مستقلة أو رقابات إدارية أو رقابات برلمانية. ولابد أن تكون عملية الإنفاق في ضوء بنود الموازنة العامة. بالموازنة العامة، وهذه المواضيع إن شاء الله نأخذها لاحقا، تتحدد مبالغ الإنفاق والمبالغ إيرادات ونفقات كل مؤسسة، فلازم عملية الإنفاق تكون في ضوء ما محدد في الموازنة وفوق بنود الانفاق العام بالموازنة. ليش؟ لأن قلنا أكو سلطات رقابية وتراقب، سواء مستقلة أو تابعة للحكومة، تراقب عمل هذه المؤسسات بعملية الانفاق. هذه محاضرتنا لهذا اليوم، إن شاء الله تكون واضحة لكم. شكرا جزيلا.